من لا تقتله الغارات الإسرائيلية يموت جوعاً باستمرار الحرب على قطاع غزة. سماح، مثل المئات تقف في طابور طويل للحصول على طعام من إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة خان يونس، وقد لا يسعفها الحظ في الحصول عليها. أطفالنا بيصحوا من النوم بدهم ياكلوا، ما في إشي نقدم لهم أكل ولا شرب. في الفترة السابقة لم تشهد غزة أي تغيير في إدخال المساعدات الإغاثية بحسب وكالة الأونروا. المشهد ذاته عدد قليل من شاحنات الإمدادات الإنسانية تدخل إلى مناطق جنوب ووسط قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مساعدات تعد قطرة في بحر الاحتياجات الملحة، صعوبات تواجه توزيعها، أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتكررة تزيد من القيود على حركة العاملين في المجال الإنساني، تحديات مع تدمير إسرائيل الطرق والبنى التحتية، مخاطر جمة وفق المنظمات الدولية. الاحتلال أغلق معابر كان يدخل منها نحو 600 شاحنة يوميا، وبات المتحكم الوحيد في حركة الشاحنات والبضائع، وما يدخل لا يكفي احتياجات السكان، يمنع إدخال مواد أساسية، ما أدى إلى تضاعف نسبة الوفيات الطبيعية مقارنة بما كان عليه الحال قبل الحرب بنحو 6 أضعاف ونصف الضعف بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الذي تؤكد بياناته أنه منذ نحو 100 يوم لم تدخل إلى مناطق الشمال وغزة أي سلع ومواد غذائية. قطاع غزة يحتاج إلى أكثر من 1000 شاحنة يوميا من المواد الغذائية في ظل النقص الكبير. ربع مليون رب أسرة يعيشون مع عوائلهم ويعتمدون على المساعدات الإنسانية وفق مصادر محلية، ليواجه سكان غزة كابوسا مميتا، إذ يخوضون يوميا معارك للبقاء بين ثالوث الحرب، الموت، الجوع والمرض.